يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا الدعاء من الكفار، هم اللي دعوا ربنا ودعوا المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة، ودعوه بعدما دخلوا جهنم، بعد ما ضاقوا العذاب واشتد عليهم العذاب، رجعوا لينتقموا من الذين جعلوهم في هذا المكان. لما شافوا العذاب دارين ينتقموا من اللي كان السبب، فقالوا ربنا أرنا اللذين، واللذين هنا صيغة مثنى معناه اللي أضلهم اثنين، وليس اثنين في العدد إنما اثنين في الصفة بتاعتهم، جزء منهم من الجن وجزء آخر من الإنس. قالوا أرنا اللذين أضلانا، كانوا سبب الضلال من الجن والإنس، دارين يعملوا لهم شنو؟ قالوا نجعلهما تحت أقدامنا، تحت مننا، لأن النار بعضها دون بعض، تحت بعض، أبواب جهنم تحت بعض، وكل ما تمشي لتحت أسوأ. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تحت، وكل ما تمشي لتحت بتبقى أكعب. أما الجنة فهي درجات، النار دركات لتحت والجنة درجات لفوق، كل ما ترتفع في الجنة فهي أنعم وأجمل وألذ وأطيب، ودرجات النبيين فوق، وبعدها درجات الشهداء والصالحين إلى آخر المؤمنين. فديل قالوا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ولو خليت بالك الناس اللي بيقولوا الكلام ده عن الجماعة بتاعينهم في الدنيا دي ما بيقولوا، في الدنيا خاتنهم فوق راسه، ويوم القيامة بيقولوا لله نجعلهما تحت أقدامنا. شوف في الدنيا دي خاتنهم فوق راسهم فوق، عشان كده أضلهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. والناس بيخشوا جهنم أفواج، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات مجموعات، أي واحد مع اللي بيشبهوه، المشرك مع المشرك الزيو، والكافر مع الكافر الزيو، والفاجر مع الفاجر الزيو، والمنافق مع المنافق الزيو. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة، هنا واو ما في، ما زي في الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت، لأن الأبواب مقفلة إلا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يفتح باب الجنة يدخل المؤمنون الجنة، لكن في النار لا، طوالي جاهزة، فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، يعني نعم، جونا كلمونا أنذرونا، حذرونا من الشرك، حذرونا من الكفر، حذرونا من المعاصي، نعم جاؤونا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. عشان كده ربنا قال عنهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة مجموعة دخلت لعنت أختها. بتلعن يا تا أي أمة بتلعن القبالة، لأن القبالة هي دقة المقلب فيها. يعني زول ما عنده شغلة بأتباعه كثير، شغلته بشيخ ودقة فيه المقلب، موضوع مع الكبير. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، زي ما ربنا قال فكبكبوا، لاحظ الكلمة دي مدبلة مرتين، وده دلالة على قوة الكلمة في العربي. فكبكبوا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم، شوف الكلام ده بيقولوا بيتين، قالوا وهم فيها جوا جهنم يختصمون، بيتشاكلوا بيختلفوا جوا، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ده كلام الأتباع ما كلام الكبار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يا تو ضلال ده، قالوا إذ نسويكم برب العالمين. تسوي الشيخ والله، تسوي الشيخ والله كيف؟ يعني هل يشترط تقول الله خلقني والشيخ خلقني برضو؟ ما شرط، ما شرط، لكن لو قلت وحات الشيخ وحات الله كده ساويت. لو قلت يا الله تلحقني ويا ابوي تلحقني الشيخ، ولا يا القوب، ولا يا السادة السادة انا عبدا ليكم نادى، ولا يا الصالحين ابقوا قراب والحقوني، تقول كلام زي ذاك. قالوا اذ نسويكم برب العالمين. يا اخواننا عشان تعرفوا انه ما عندهم عقوم، في بني ادم بيساووا برب العالمين، وشوف العبارة ذاتها، قالوا إذ نسويكم برب العالمين. رب العالمين ده رب الجن والإنس وكل ما سوى الله عالم، كل ده عالم، هم اعترفوا إنه الله رب العالمين. طيب ما دام أنت معترف إنه الله رب العالمين، تسوي معه مخلوق ضعيف ليه؟ قالوا إذ نسويكم برب العالمين. شكد ربنا سألهم سؤال، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أصل لا بد تكون الإجابة كده، لما ما في إجابة تاني، فسيقولون الله. فقل، سؤال بعد ذاك، فقل أفلا تتقون. يعني ما دام عارفين اللي بيخلقكم وبيرزقكم وبجيب الرزق وبيخرج الحي من الميت والميت من الحي الله، ليه ما تعبدوا براو؟ فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله الآية دي لو أي صوفي قاعد في الوطن دي وفهمها زي الناس تاني ما عنده شغلة بشيخ، يا اخي رزقك مش جاي من الله؟ ايوه، والله بيديك اي حاجه؟
أي طيب، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تاني ما في حاجة. ربنا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ربنا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أي حاجة ثانية غير الله باطل. ترفع يديك بتندها في زول يوووو وتحسونا باطل ولا ما باطل؟ باطل، لأن ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الصوفي أكبر من الله؟ العلي في أسمائه وصفاته، العلي في ذاته، وأن الله هو العلي الكبير. ما في صوفي ولا شيخ طريق أكبر من الله سبحانه وتعالى، بل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل من المرسلين، كلهم دون الله جل وعلا. شكد ربنا قال في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين ما بينفعوا، اثنين ما ينفع، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة، النعمة فينا صحة والعافية والنفس طالع ونازل وعيوننا بتشوف واثنيننا بيسمعوا وبناكل نستلذ ونتلذذ بالطعام نستمتع نعمة الله فينا وعندنا عيال وبيوت وآمنين في دورنا ولنا أرزاق تأتينا دارة، دي كلها نعم من الله. الله قال لكم وما بكم من نعمة. أها أجابه منو؟ الشيخ؟ الشيخ جابه؟ آه ما في. الشيخ ذاته الله بيدي زينا. ويوم الرزق كمل الله كتله. ولا ما مات؟ وين شيخك هسه؟ أصلى على البكوري ده. أسأله قول له شيخك وينه؟ رقد. البورع رقد. والكباش رقد. ها؟ والمكاشف رقد، رقدوا زمان. ماتوا. الكتلهم الله. وكتلنا الحيين. البرزقهم الله والفي الدنيا دير كلهم برزقهم الله والماتوا كتلهم الله كلهم. شكد ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. يوم اللي يجيك مغس يسخن معاك بتنده بتقول يا منو الشيخ بالحقك؟ انت بتجند بجاي والشيخ بيجند بغالي برضو. انت عندك مغص وعنده وجع ركبين. ها؟ والله عبدي زيك. عبدي لله زيك، ما عنده حاجة لك. عشان كده ربنا قال لك وإذا مسكم الضر، الضر فإليه تجأرون. كل معلومة دي الكفار عارفينها. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ أغير الله تدعون؟ ما بيدعو غير الله. الكافر ذاته، كافر ذاته بيدعو الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ده الكفار الراس العدي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. شوف المستهبلين، شفتهم استهبلوا كيف؟ أول ما مرق برا وقت البحر والموج والسفينة والغرق الموت قرب الجماعة بينادوا الله. المشرك ذاته فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. خلوا دعاء الله بيقوا بنادوا في الأنداد بتاعينهم. وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه؟
لأنه هم مساكين وهبل عندهم بلادة. الواحد منهم ظن أول ما مرق بين البحر برا خلاص تاني ما محتاج لها الله، ومرقت برا السفينة دي فيها الموت، ومرقت برا تاني ما في حاجة. ربنا قال لهم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أنت قال نفسك مرقت، كونك مرقت من البحر اتحليت؟ لا، ممكن ربنا يخسف بك جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا، حاصب يأخذكم. أها، أو قال أو يعيدكم في تارة أخرى، ما بترجع تاني أنت. أنت قال مرقت خلاص، تاني بترجع. أو يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم، انتبه للكلمة دي، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تبيعا يعني شنو؟ يعني زول بيسد لك ما الله بيكتلك وما في حد بينتقم لك من الله. ربنا ما في حد بينتقم منه، ربنا ما في حد بيأذيه، ربنا ما في حد بيضره. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. طيب نرجع للآيات، ربنا قال حتى إذا اداركوا فيها جميعا كلهم بيجوا جهنم قالت أخراهم، دل الناس جو بعد، ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا، قالوا يا الله يا هم دل الضللون، دل يا هم الضللون، قالوا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذاب ضعفا من النار، قالوا يا الله ديل أديهم ضعف من النار. ليه؟ السبب شنو؟ لأنه ضللوهم. عشان كده نحن نصيحتنا اللي بنقدمها لك من كتاب الله أيها المسلم الكريم، وبنقدمها لك من السنة، ما تتبع لك أحد يورطك بعدين. إياك تتبع طريق خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يضللك بعدين. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه. أها، ندمان ليه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السبب لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تباري لك واحد زي النوعية دي تندم انت بعدين. أبصال عداسة لو قدم لك آية ولا حديث تقدر تخش الجنة برا آية ولا حديث؟ ما في يا ناس، الجنة تخشها بالحجبات والمحايات وبالبخرات، وتخشها بتعصر كرعين الشيخ، في عصر كرعين بداخل الجنة يا ناس. الحكايه دي كيف؟ عشان كده ديلك جوا جهنم زعلانين من جماعتهم، قالوا يا الله اديهم اثنين دبل لهم، اتهم عذابا ضعفا من النار. ربنا قال لهم اي واحد عنده ضعف براو، قال لكل ضعف. عشان تعرف انه ده ما مخرج لك، كونك انت مسكين ما تعتمد عليه دي، تجي يوم القيامه تقول له الله والله نحن مساكين يا ربنا، نحن مساكين يا ربنا، اكلونا المهيوب اكلناه، جابوا الفته ضربنا معاهم، جابوا النوبه رقصنا معاهم، قالوا ابوه الشيخ بينفح وبينفع وبيضر، ندهناه ودعيناه، ما بيحلك ده كله، ما بيحلك. ربنا قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده بيتكلم ده بيتكلم ده بيتكلم وده بيتكلم، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا. واستضعفوا ده ما مساكين في الدنيا، في الدنيا هنا كان شايل الإبريق بتاع الشيخ، في الدنيا شايل الإبريق، وتسأل وتقول له أنت امبارح ماشي مع في الطريقة دي ليه يعني؟ عندك دليل؟ يقول لك لا، في آية لا، حديث لا، في شنو؟ يقول لك بس ابويا الشيخ ده احنا معاه. يا اخي واحد انا بحضر له في مقطع
قال الجنة ما فيها المكاشف ولا هو ما عارف قال ما دارينا بالله يشوف النوعية دي ده شدة ما بقى مغفل ما يفهم شي تاني ذاته ده يفهمه كيف بس قال الجنة ما فيها شيخين ذاته ما دايرة قمة الغباء والله قمة الغباء ودي النتيجة اللي وصل لها التصوف كثير من الناس الآن اللي عايشين معانا في الوطن ذول زي البهيمة يا أخي عشان كده ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين عنده فتح عينه فتحات لا يبصرون بها الحق ما بشوفه ولهم آذان آذان طويلة ما لا يسمعون بها الحق ما بيسمعوا ربنا قال أولئك أها كالأنعام لأن البهيمة أنت بتشوف يضنيها الحمار يسوي لك يضنيها وكذي ذاك وكان شاف له حاجة شوش ليها بيسوي لك يضنيها وكذي له قدام عنده يضنين لكن كان قرأت له قرآن وقلت له راح الصلاة ما بيمشي يصلي معك الزول المشرك ما جنس ذا الحمار كده سمشي تفاهم معه من الحمير البياده نادلك حمار قول له المغرب قرب اروح الصلاه بيمش معاك عنده اثنين ولا ما عنده فاتحات كثيره لكن ما بيسمعن مش ما بيسمعن لا كان قلت له عرض بيسمعن لانه دي بيفهم عرض دي بس بيفهم عرض دي بيمشي معاك دي بيفهم الحد هنا لكن الحق كتاب والسنه يمشي يصلي معاك في الجامع لا ده ما في دين ربنا قال لك أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل إيه لأن البهيمة الحاجة اللي بتضرها بتعريفها بتسويها أصل حمارة كان في نار مولعة مهما نهرته ما بيمشي بحرين بتعرف بحرين جر لك ورعيه كده ده تدري ما تدوفه ما بيمشي لأنه ده بضره بس هو عنده من العقل البهيمة عندها من العقل قدرت تعرف اللي بينفعها من اللي بضرها بس ربنا ادى حاجه قدي قدرت تعيش بها حياتها دي لكن ديل ربنا قال اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا اضل من البهائم ذاتها اولئك هم الغافلون عشان كده بندموا يوم القيامه قالوا ربنا ارنا الذين اضلانا ورنا اليوم من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين وده كله ما بينفعهم شكد ربنا قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني تعرف عذاب جهنم ما زي الدنيا الدنيا دي لو انت ساي سجنوك لو نجي صاحبك سايقنينه معاك بيبرد عليك حبة وعندنا المثل السوداني بقول لك الموت مع الجماعة شنو عرس يعني الحاجة كان بقت على الجماعة جاء مرض كده ولما نفي 16 نفر راقدين في الحلة يقول لك والله يا أخي أنا عيان صحيح لكن فلان ذاك ما ذي برضه راقد الموت مع الجماعة عيس ده في جهنم ما بينفع بعدين جهنم ما فيها شغل زي ذاك قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني كون الكافر ولا المشرك ينادي يقول يا الله أدي ذاك زيدوا الله كان زاد داك ذاته وما استفاد حاجة استفاد شنو عشان كده ربنا قال لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ده كله ما بينفعهم بحاجة شوف الآية البعدية طوالي وأنا أختم بها ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يا سلام شوف ديلك كيف وديلك كيف ها ديلك تعبانين وينادوا في الله عذب ديل وزيد ديل وديل ضللونا وديل عملوا لا البعدهم إن الذين قالوا ربنا الله لا ربك شيخ لا فقيه لا مدفون في قبة لا غير قبة ربنا الله ثم شنو استقاموا على الشريعة استقاموا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سوى لحية وقال سووها تسويها زيه النبي قال لك صلي في الجامع ما تصلي زي الحريم في البيوت تمشي تصلي في الجامع وقت الصلاة ترمي أي حاجة في يدك تحصل الصلاة وتصليها مع الجماعة مع المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لبس بناتك زي ما أنا لبست بناتي ولبس نسوانك زي ما أنا لبست نسواني تمشي تلبسهم كل الأوامر أنا بحكيها بالمعنى يعني
كل الأوامر تعملها. ها شفت الناس اللي بيسووا زي ده؟ قالوا ربنا الله توحيد نظيف، ما في لولوة، ما في حجاب، ما في قبة، ما في تميمة بيعلقوها، نظيف. تلجا إلى الله نظيف، جاء ربه بقلب شنو؟ سليم نظيف، ما في لولوة. اوعى تكون بتعتقد بتخاف من الشيخ، لأنه الخوف ده من آخر الأشياء اللي بتطلع. الواحد بيقول لك يا مولانا الله الحجبات جدعناه كده والأمور دي نظفناها كلها، تقول له شيخك ده ضلالي ولا ما ضلالي؟ يقول لك لا بس كده الموضوع ده خليني منه على كلام، بس الحتة دي خليني منها. لا بد دي ذات تقولها، ديل ضلاليين وتكفر بعبادتهم. ما كفرت شفت بعبادة من عبد من دون الله، انت ما وحدت الله ذاته. عارف المعلومة دي؟ ما وحدت الله ذاته. لا بد تكفر بعبادة من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. طولت تخش في الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أهل بيحصل لهم شنو؟ ربنا قال تتنزل عليهم الملائكة، لما تيجي تموت عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخاف من القدام، ها يوم القيامة الحساب الصراط الميزان أهوال القيامة الموقف في العرصات تطاير الصحف أخذ الصحف اليمين أو الشمال، ما تخاف ألا تخافوا، الجنة ودخولك ألا تخافوا، رفع درجات المؤمن في الجنة ألا تخافوا، ولا تحزنوا على الورق. خليت لك بقرات وأرض بيجاي وعندك دكان في سوق ستة، ها وليداتك صغار في المدرسة لسه ما قروك، حزنان عليهم ألا تخافوا من قدام ولا تحزنوا. الفاظ دخلوه، ها ولا تحزنوا على الشيء ضاع منك والراح، ولا تحزن عندك مخططات في الحياة ما عملتها، ولا تحزنوا. قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. والله البقى ولي والله ده ربح. نحن أولياؤكم وين؟ في الحياة الدنيا وبعدين وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سلام قولا من رب الرحيم. كويس؟ أه؟ نزلا، أيوة نزلا من غفور سلام قولا، دي في سورة ياسين تعت فصلت شنو؟ نزلا، نزل يعني البيوت بتاعتكم، من غفور الرحيم من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. انت لو وحدت تمام ونجدت الاتباع بتبقى في الدار بداك، وكان سويت لولوة تمشي مع الجماعة اللوائل ديرك تقول يا الله زيدهم، والله كان زادهم ولا ما زادهم، انت ما بتتحلى. على كل حال يطول الكلام، انا ادع المجال متحدث من بعد.